السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعينا الكرام. كما كتشوفوا معنا اليوم فيديو جديد ان شاء الله يا ربي. الوالده شي تحيه للمتتبعين ديالنا. السلام عليكم وليداتنا بنياتنا، لاباس عليكم؟ كي دايرين وليداتنا وكيداتو مع هذا الصاد؟ وراكم عزاز وغاليين ورحنا بقنيطره، راه واحد الصاد ما تسولوش اي الحراره يا الوالده. الحراره يا ولدي، والله الا الحراره، والله يعرف سيدي ربي يبرد علينا. دابا دوز هذا الوقت ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله العواد والعافيه. داكشي شنو هي المناسبه اليوم الوالده؟ المناسبه ديال الحنان، جات فرحه لتيتيش بزاف بزاف، فرحت مسكينه وبكات وما خلات ما دارت، وراني خرجت حتى انا فرحه ان شاء الله. ان شاء الله الوالده، وراني جبتها لهذا الحانوت ان شاء الله يا ربي. واللي بغات تديه قالت لك غندي من هذا الجليد باط الرقاق، قلت لها بنتي فيها خير. ايوا اش بغيتي يا حنان مع راسك؟ اش بغيتي مع راسك؟ شكرا. يعطيك رضا بنتي، الله يسهل امورك بنتي، الله يعطيك رضا. راكي عزيزه حنان بزاف بنتي، راكي بنتي. كيفاش احسن؟ شكرا اختي، شكرا. الله يعطيك رضا بنتي، الله يسهل. شكرا. سهلي اختي حنان. مشاهدين تنتمنى تكونوا لاباس، ياك لاباس عليكم. ماشي المره الاولى اللي شرا لي خويا ياسين ولا هذاك، تنشكرو بزاف دائما تيفرح بيا، ولا يجيب بسيطه، يجيب العرايس العرايسات ديالهم ويجيب، ولكن تيشري لي حتى انا دائما تيفكرني. تنشكرو بزاف بزاف بزاف، والله يجازيه بخير، والله يجعل ربي يكمل عليه بخير وعلى خير. راني فرحانه بزاف. ربي يخليك اختي حنان، وانت دابا اختي حنان خذي اللي عجبك، الماركه اللي عجبتك. شكرا الله يجازيك. انت حنان شوفي هذوك اللي موراك لي هاتا هما دوها، اللي عجبك بنتي واللي جاتك على الخاطر ديالك. الجليبات ها اللي عجبك بنتي. ايوا تفرح داكشي نفرح. اشنو بالك حنان هادو اللي هنا؟ فتحي لها حصه شي واحد شوفو اللوينات اللي بغيتي. واللي بغيتي يا بنتي اللي جاك باسكو الدخله، بغيت شفت واحد الحاجه عجبات لي ديال الخيط. اي نشوفوا اختي حنان اللي بغيتي يا بنتي بصحه. نشوفوا اختي حنان هاد الشكل هادو، هاداك بغات تصيف هادو ديال الخيط مبردين. هادو ديال الخيط مبردين وزوينين، بغيت ندير لهم غير شي خياطه غير. اي تادو تادو زوينين. ربي يخليك اولدي، الله يعطيك. كما كتشوفوا المتتبعين الوالده، الله ينورك، هادو راهم المشاهدين دياولي، هادو مساكن المتتبعين. ربي يخليك، ربي يخليك اخويا، الله يحفظك. شكرا بزاف، بارك الله فيك اخويا. لا يخطيك هاك الفنانه ديال الخنيفره، تبارك الله اولدي، هاك دي جي اطلس وانا اجي السي رشيد. ربي يخليكم، مرحبا بكم اخويا، مرحبا. كما كتشوفوا الوالده تلاقات مع المتتبعين ديالها هما الدراري، تبارك الله. الفنانه رشيد العالمي، الله يسهل عليكم، راكم اخوتي، الله يرضى عليكم، بارك الله فيك اخويا. يشوفكم يدلعكم الخير والرزق ان شاء الله ولدي، الله ينورك. هو ماشي من هذوك اللي كاين، هانتوما راكم ناس ديال نيسان. نيسان ولدي، الله ينورك. نتمنى ان شاء الله التوفيق لاخت حياه. ربي يخليك اخويا. احصى، ايه الله يحفظك اخويا، شكرا. احلى طباخه، ربي يخليك، الله يخليك اخويا، شكرا. الله ينوركم، الله يرضى عليكم، الله يسهل عليكم. الله يحفظك اخويا، شكرا بزاف، بارك الله فيك اخويا، الله يحفظك. الله يسهل. كما كتشوفوا الوالده تلاقات مع المتتبعين ديالها. والله الا مني دخلت على فم الباب وهما تيسلموا عليا، الكبار والصغار، البنات ولا عيالات ولا دراري ولا كلشي، الله يكبر بيهم، الله يرضي عليهم والله يسهل امورهم. يا ربي امين الوالده. هي دابا تيتي حصه شاب. اه بنتي يا حنان، ايوا شوف ماينو اللي عجبك. جبدي حصه شوفيه مزيان. اجي معك حنان، هو هذاك تبارك الله. سهل عليك كل خير اختي حنان. شكرا، الله يوقف معك. هذا كادو من عندي اختي حنان. ربي يوقف معك ويعطيك ما تتمنى، راني عارفه. مرحبا مرحبا، راك عزيزه عليا. ماشي غير انت، ماشي غير خويا حسن، ماشي حتى خويا حسن فيما مشى شي بلاصه يجيب لكم شي حاجه تيجيب لي حق. ايوا راكي ختنا. ولا غير حب الملوك يجيبو يعيط لي في التليفون تيقول لي اجي نعيط، اجي تاكل يوم. ياك ما كتوحمي يا حنان. ولكن الحاجه اللي جابها تيعيط لينا كلها. تبارك الله اختي حنان، ما عمرو خسر لي خاطري. تنشكركم كاملين. ربي يخليك اختي حنان، وانت دابا خذي اللي عجبك. وحتى عمي محمد تيقول لك الا شريتي شي حاجه شري ولدك. مرحبا مرحبا. انت دابا اختي حنان شرينا الفاطمه الزهراء، شرينا لتيتيش الحفصه رشيده، بقيتي لنا غير انت يا دابا. هذيك الجلابه اللي شريتو لي ديك النهار ما جاتنيش، هي بنتي جراني رطيتها. اييه شنو دابا عجبك حنان؟ فين تشوف اللي عجبك؟ ها انتم المتتبعين، حنان عجبها هذا اللون هذا هو هذا. زوين وغادي يجي رقي وغادي يجي. ندير له غير خياطه غير شويه. اييه غادي يجي غزال. وشوفي لك حفصه انت شي حاجه اخرى. ربي
يبارك لك اخويا، تاخذ غير شي حاله بحال خديتي انا والله. راك عزيزه وغادي يعطيك. شوف الوينات ان شاء الله فيها الوينات بزاف، شوف هي اللي بغات. أيه. انا عجبني دابا عجبها هذا اللي انا جيت دخلت مع الباب عجبني. صافي عجبك حنان هذا تبعو بالمتر ياك. صافي مسكينه بنت مولات المحل ما قدرتش تبان معنا بحكم مالين الدار ديالها وهذا ماشي مشكل. او هذا غادي لنا واحد 4 متر من هنا باش الله يكفيك في حنان. ياك هو في فاش هي هذه شكرا. ماشي غير انت اللي غديري، انا براسي غندي واحد الدراعيه من هنا وتكون فعلا تركه. وحصه الوالده خلينا حصه بلاش. انا خدات امي ما اختي حنان بحال خديتها انا والله. مره اخرى خيري لي تانتي شي وحده اذا جاتك على الخاطر ديالك. مره اخرى جانا البنات ان شاء الله ونفطروا ثاني ان شاء الله. يا ربي واخا عزيز عليها حنان وما قدرتش تخليها راكم عارفين مع الحياة ديالو الحمو هذا، خليناها ترتاح واحد الشويه مره اخرى ان شاء الله وما غتكبرش عليكم خلاص ان شاء الله. يا ربي ونشوف الوالده انت شنو بغيتي. اييه دورو عندي قدام الكاميرا. تا هذا زوينه الوالده، ديري على حساب الوالده. نشوفها حفصه هي غزال تبارك الله. المهم ديما منوره بلاش. صافي تبارك الله ديما منوره. انتما المتسبين وجهها كي الجنه. كيفاش حنان؟ والله الا وجهها ماشي ديال شي حاجه خايبه ولا ديك وجهها. ربي يخليكم ابنتي. لا اختك اختي حنان وصافي. دابا هذاك شحال فيه من متر هذاك؟ درتي شويه لاباس 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 الحمد لله. كما كتشوفوا الوالده مسكينه كتلقى مع المتتبعين بزاف. هي تيتبعني مسكين، يتبعهم ربي بالخير والرب. عندك الوالده المتتبعين في خنيفره بزاف بزاف والله. اولي لا من الصباح وانا سلم 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 الله يعطيهم الرضا والله ينورهم والله يخليهم ديما الفوق الفوق يا ربي يا ربي. والمشاهدين ديالي داخلين المغرب خارجين والجاليه المغربيه الوالده جميع جميع راني تنجمعهم واحد واحد والله يجعل ربي ينورهم والله يخليهم ديما الفوق الفوق ان شاء الله يا ربي. اطلع درجتهم يا ربي يا ربي امين. هادشي اللي غنقول لوليداتي وبنياتي داخلين المغرب خارج المغرب. داكشي اللي كاين دابا الوالده راك شحال فيه من متر وهذاك اللي غتدي؟ انا ولدي غادي يديروا باش يديروا لي على حسابي. شوفي حصاح ليه كامل واش اولدي يديروا جليليبه في حنان جوج ونص بنتي. قالت لك مولات المحل فيه جوج ونص. انت ديريها حصى ديري بحال غاديريه الوالده. نشوفك غادي يجي تبارك الله. الله يحفظك اخويا الله ينورك شكرا بارك الله فيك. ياك ما ديروا من الحفل. جاك زوينه الوالده جاك غزال تبارك الله. لا 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 زوين بارك الله فيك. الله يكبر بك اولدي. كما كتشوفوا المتتبعين عرفتي ان خنيفه راه غير هما. صافي انتما كما كتشوفوا الوالده صافي الوالده غتدي هذا وحنان غتدي هذا. صافي عجبك حنان هذا؟ شكرا اخويا ياسين زويون. سهلي شوفي اللي عجبك. الله يوقف معك هذا اللي عجبني شكرا شكرا بالصحة والراحة. بالصحة والراحة دابا شحال؟ قالت لك تايجيو البنات تايجيو البنات وناخذوا ان شاء الله كاملين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. تا رشيدة ضروري ندي ولا معنا شي حاجة ضروري دابا شي حاجة ندي الأولى ونبغي لا 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 تبرعتي لي. يا صافي دابا دابا نقطعوا شحال اختي يمكن حنان يكفيها من هذا من مترو. صافي عطيها 4 متر والوالده خلاص هذاك ما فيش هذا بنت عواد. ويجيك الوالده مزيان. لا زوينه ولدي زوين ورطب. اييه بحال الحرير. اييه تبارك الله. برد وبارد زوين ورد. زوين يلاه تبارك الله. حتى المحل زوين وريهم شويه في المحل هنايا. انتم المتتبعين ها هما التواب هنايا. زوين تبارك الله داك الشيء زوين غزال في المستوى. داك الشيء زوين تبارك الله يا رب. انتم التواب هنا هادو ها. التواب ديال الجلال بلا. التواب ديال الجلال. ياسين جوهر القميصات. الله يلا فنين. اييه قميصه سو دوك الاخرين توابا حفصه ياك. هادو ديال الكريب. فتحي لنا شي واحد حفصه نشوفوه. تبارك الله صراحه هاد البنت هادي عندها داك الشيء غزال. الله يلا كنت زوينين والله. داك ما تشوف الواد هادشي ولكن انتو بديتيه في مكناس. والله ولدي لا بديتو خو هذا. خوه. خوه انا غندفعو يتخيط وغيجيبو المشاهدين ديالي. مرحبا الوالده. ولد عمو. مرحبا الوالده مرحبا. تبارك الله. زوين والله يلا غزال تبارك الله ولدي. ياك ما عيتي حنان شك سي على الكرسي. اجلسي خذي راحتك يا حنان. انا كاين كريب كاين خيط كاين موديلات اخرين. زوينين. اييه تبارك الله هادشي هذا غزال. اييه صراحة هادشي زوين. هادشي والله هادشي زوين. ايوا صافي اختي حنان غنديو لك من هذاك
والوالده غنديو لها هذا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. وديك الساعه نخيطوا هذا. خيط اختي حنان ما غتسالني غير صباط ودريره ان شاء الله كادو. ان شاء الله يا ربي الله يحفظك. شكرا على الله. ان شاء الله. الله يحفظك اودي حنان. بارك الله فيك. ودابا غادي نخليو مولات المحل باش تقطع الحنان داكشي اللي بغات. وبلا ما نطولوا عليكم انا المتتبعين ديالنا الوالده راه شرات الثوب هذا هو هذا. نياتي وردوا عليا. خاصها تخيطوا ان شاء الله باش تكون لابساه وردوا علينا الخبر. غادي يلبسوهم غادي يبان. غادي يبان. صافي غادي يبان ديك الساعه. الثوب ديالكم تخيطوا غادي يبان. ان شاء الله يا ربي. الله يرضي وراكم عزاز وغاليين وراكم في القلب الله يرضي عليك. ايوا الوداع قولوا بسلامه للمتتبعين. سلامه عليكم وليداتنا. باش تدخل مولات المحل تعطينا داكشي اللي بغينا. الله يعطيكم الرضا والله يسهل اموركم. يا ربي امين.